السلام عليكم شيخي عبد المؤمن أثير القوش. الحمد لله يا ربي وفقني ربي، وإن مضيت 3 سنوات في شبيبة القبائل اللي كل واحد يحلم باش يلعب في هذا الفريق، وإن شاء الله نكون في المستوى ونقدم الإضافة لهذا الفريق إن شاء الله. أنا ممدية لعبت العام اللي فات في مقرى، وين لعبت موسمين سينيور، وهذا العام إن شاء الله أكتبها ربي في شبيبة القبائل وإن شاء الله نكون في المستوى إن شاء الله. الأنصار بين قاعدة جماهيرية كبيرة، وبارتو وين تروح سما جياس فريق غني عن التعريف، وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظنهم إن شاء الله.